صباح الخير، واليوم 1 فبراير 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، عم بتعاني من بطء غير متوقع مرتبط بمستقبل وضعك المالي، ورح تعتمد على تعاطف الأصدقاء المقربين منك بحلحلة جزء من المشكلة. ونصيحتنا لك تجتهد على تصفية كل الخلافات القديمة أو المشاكل القديمة يلي على صلة مباشرة بهذا الأمر تحديدا. عاطفيا لا تبدو الأجواء ما بينك وبين الشريك بأفضل أحوالها، مهما حاولت تجتهد على الأمر، ويبدو أنه عمق المشاعر يلي بيناتكن ما عادت هي ذاتها يلي كانت بالسابق. مولود برج الثور، ما تغامر بمكتسباتك ورصيدك المهني مجانا، وخصوصا انه الفلك عم يتحدث عن بدايات جديده تبدو قادم عليها ورح تحتاج فيها لخبرتك وادائك المعروف فيهم. عاطفيا تبدو حريص جدا على علاقه متناسقه بينك وبين الشريك، ورح تتخذ القرارات المناسبه يلي رح توفر لك الجو المناسب لاستعاده الهدوء العاطفي بيناتكم بشكل كامل. مولود الجوزاء، الفلك عم يتحدث عن ظروف حياتيه خاصه عم بتمر فيها، ومن المحتمل تخليك تحت ضغط نفسي ومعنوي واضح، بالإضافة لمتابعة طارئة بتخص بعض الأمور القانونية. عاطفيا تعلقك بالشريك عم يعكس بسلبيات وعلى مصيرك العاطفي معه، ولا تبدو الأمور بيناتكم بحالة استقرار دايم، ولكنك عم بتراهن على حاجته إلك ببعض المواضيع الطارئة. مولود برج السرطان، ما عم تقدر تستوعب حجم الحسد المسيطر عليك من أقرب الناس إلك، وتبدو تأثيراته السلبية واضحة على النتائج الأخيرة يلي لمستها بنفسك بشكل مباشر. عاطفيا عم بتعيش مشاعر سرية بينك وبين نفسك، وتبدو متخوف من التصريح عنها أو الالتزام فيها بسبب غموض المرحلة الحالية المسيطرة على جو العلاقة ما بينك وبين الشريك. مولود برج الأسد، عم بتفكر بالحل المناسب لمشكلة مالية قاسية عليك، وتبدو متخوف من تأثيراتها البعيدة على مستقبلك المهني بشكل عام، بالإضافة لرغبة بالسفر تبدو مستعجل على إتمامها مع أي جهة ممكن توفر لك هيدي الفرصة. عاطفيا عم تشعر بأنه الشريك ما ترك لك المجال لتتغاضى عن أخطائه معك، ومع ذلك تبدو متأمل بخطوة ممكن تسهل عليك عملية الانسحاب من مشاكلك معه بكل هدوء. مولود برج العذراء، عم تشغل تفكيرك بكيفية الانفتاح على اتجاهات مهنية جديدة، وكأنك كنت موعود بإنجاز معين وما اكتملت عناصر إجراءاته للآخر، بالإضافة إلى أنك ما رح توقف عن الاستمرار بالسعي قبل تحقيق النتيجة المطلوبة. عاطفيا عم بتعيش مناخ عاطفي غير مريح، أو بمعنى أصح غير مستقر، ورح يحتاج منك لمبادرات فعالة لصالح تشكيل استقرار سريع بينك وبين الشريك، وخصوصا عند البعض من مواليد برج العذراء يلي عم بيواجهوا نوع من الجفا بالعاطفة. مولود برج الميزان، ترددك عم بضيع عليك فرص مهنية كبيرة، ونصيحتنا لك تستعجل الأمر بالخطوة الأقرب لطموحك المالي تحديدا، بالإضافة لحل سريع مرتبط بمسألة عائلية كنت متخوف من تأثيراتها البعيدة على أحد أفراد عائلتك. عاطفيا رح تسيطر على ردود أفعالك مع الشريك، ورح تتجنب التعليقات القاسية على مواقفه تجاهك بمحاولة منك لترك الباب شبه مفتوح بينك وبينه على أمل يقدر تضحياتك تجاهه. مولود برج العقرب، ما تستعجل القدر بتحديد موقع عملك الجديد، وخصوصا انه الفلك عم يتحدث عن تبديلات بالمراكز والمناصب، ابتديت تستفسر عن تفاصيلها الاداريه بشكل سريع او بشكل سري. عاطفيا عم بتضيع صبرك مع الشريك على الفاضي، وكانه علاقتك اصبحت بحاجه لتفاهم جديد يعوضك عن اجواء اللف والدوران يلي عم بتعيشه معه بشكل ملحوظ. مولود برج القوس، عم بتفكر بالطريقة المناسبة يلي ممكن تساعدك على تطوير أعمالك الخاصة بدون ما تتكل على أي جهة ممكن توصلك للنتيجة المطلوبة، بالإضافة لسفر قريب تبدو متردد بحسمه نهائيا. عاطفيا عم بتعيش جو عاطفي غير قابل للتساهل أبدا، ونصيحتنا لك ما تخلي كلامك يسبق تفكيرك أثناء حديثك مع الشريك مهما كان حجم الشتات العاطفي يلي عم بواجهك معه. مولود برج الجدي، تبدو غير مقتنع تماما بالأعمال يلي
بتنعرض عليك بالوقت الحالي، وخصوصا انه كل تركيزك رايح على نمط مهني محدد ويبدو انك متمكن منه بشكل قوي ومن الصعب تتخلى عنه. عاطفيا عم تشعر بانك وحيد على الصعيد العاطفي بالرغم من وجود الشريك بحياتك، ورح تحاول تبرهن له عن سلبية الجفا العاطفي يلي اصبح حاضر بينك وبينه بشكل واضح. مولود برج الدلو رح تعمل المستحيل للتحرر من سلبية الأجواء الحالية اللي عم بتعيشها مع محيط عملك، ورح تاخد نصايح الأصدقاء بعين الاعتبار، وخصوصا بعملية الانتقال المهني يلي عم بتفكر فيها بشكل جدي جدا. عاطفيا ما تهمل الأشخاص يلي بحبوك مهما كانت وجهة نظرك في الحب، ونصيحتنا لك تركز على المصالح المشتركة يلي بتجمعك مع الشريك بشكل مباشر. مولود برج الحوت عم تسعى للارتباط بأعمال مهنية جديدة بأسرع وقت، ورح تركز على الحلول المرتبطة بمصدر خارجي أكثر من أي نشاط محلي، بالإضافة لنفقات مالية طارئة بانتظارك. عاطفيا عم بتعيش علاقة عاطفية بدون مستقبل، وخصوصا بهيدي الأوقات الصعبة، ولا تبدو أي محاولة ارتباط جديدة قابلة للنجاح بظل المعاكسات الفلكية الموجودة حاليا عندك، فدير بالك. وكمان نصيحتنا لك تنتظر للأشهر المقبلة. هيدي كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهيدا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. ضلكم بألف خير، وباي باي.